واقترح الصين ترقية العلاقات الثنائية الراهنة مع أفريقيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقدم الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الاقتراح خلال كلمة رئيسية ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقد حاليا في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. من المقرر أن تصبح الصداقة بين الصين وأفريقيا أقوى من أي وقت مضى، ويأتي هذا ضمن اقتراح الصين لترقية علاقاتها الثنائية مع أفريقيا إلى الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة. وقال الرئيس شي خلال خطابه في الجلسة الافتتاحية من منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا في جوهانسبورغ إن 10 مشاريع رئيسية ستطلق في 3 سنوات المقبلة، وهي تغطي مختلف المجالات بما فيها الصناعة والتمويل والزراعة والبنية التحتية والتخفيف من حدة الفقر. كما أعرب رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما الذي شارك في ترأس المنتدى عن شكره لدور الصين باعتبارها قوة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والحفاظ على السلام العالمي. كما أشاد زوما بالمساعدات المتواصلة الصينية لأفريقيا. وخلال تداول للقادة الصينيين والأفارقة حول موضوع الصين وأفريقيا تتطوران معا، ناقش الجانبان التعاون للفوز المشترك من أجل التنمية المشتركة خلال القمة التي تستمر ليومين. هذا ومن المقرر أن تختتم القمة يوم السبت مع صدور إعلان وخطط عمل من شأنها أن تعلن وجهات النظر بين الجانبين حول علاقاتهما والقضايا الإقليمية والعالمية. كما سيرسم الإعلان وخطة العمل التعاون بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والقارة الإفريقية. وأيضا خلال زيارته لجنوب أفريقيا حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ معرضا للصور الفوتوغرافية حول الإنجازات التي حققها منتدى التعاون الصيني الأفريقي خلال 15 عاما الماضية منذ إنشائه. ورافق الرئيس الصيني في زيارته نظيره الجنوب أفريقي جاكوب زوما. وشمل المعرض صورا فوتوغرافية تظهر مساعدة الطاقم الطبي الصيني في مكافحة وباء الإيبولا، وأيضا تدريب الموظفين في الشؤون الإدارية والتقنيات. ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة رئيسية خلال حوار رفيع المستوى لرجال الأعمال الذي عقد على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي. وأكد الرئيس الصيني خلال كلمته أهمية المنتدى وأهمية التعاون بين الجانبين. حضر الحوار كل من رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس زيمبابوي روبرت موغابي ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي إنكوسازانا ديلاميني زوما، وأيضا بالإضافة إلى زعماء الدول الأفريقية المشاركين في قمة منتدى التعاون وأكثر من 400 ممثل من رجال الأعمال الصينيين والأفارقة. إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا يعتمد على التصنيع. أما التصنيع فهو يحمل المفتاح لخلق فرص العمل والقضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة الشعب. لا يمكن العثور على طريق التصنيع لإفريقيا إلا من خلال الشعوب الإفريقية ومن خلال الممارسة الخاصة بهم واستكشافهم، وتأمل الصين بإخلاص في تبادل خبراتها مع الدول الإفريقية، ونحن على استعداد لتوفير رأس المال والتكنولوجيا والأفراد لدعم التصنيع في إفريقيا. أما في مجالات بناء البنية التحتية والاستثمار وتيسير التجارة، فسيجلب التعاون بين الصين وأفريقيا مزيدا من فرص الاستثمار والتجارة للشركات من كلا الجانبين، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإفريقية والقضاء على الفجوة في البنية التحتية الأساسية في إفريقيا. قدم شي جين بينغ مقترحا من 5 نقاط بشأن زيادة تعميق التعاون المربح بين الصين وأفريقيا. أولا، التزام الصين وأفريقيا بالتعاون المتساوي والمربح للطرفين وتحقيق توازن بين المبادئ والمكاسب والبناء المشترك لمجتمع ذي مصير مشترك. ثانيا، يتعين أن يكون التعاون بين الصين وأفريقيا منفتحا وشاملا. ثالثا، يتعين على الصين وأفريقيا التركيز على التعاون العملي الموجه نحو بناء القدرة.
رابعا يتعين على الجانبين السعي إلى التنمية الخضراء والمستدامة. خامسا إعطاء أولوية للبنية التحتية في التعاون بين الصين وأفريقيا من أجل عودة النفع على الجميع. من جانبهما عبر رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما وزيمبابوي روبرت موغابي عن أن مبادرات التعاون التي أعلن عنها الرئيس شي جين بين في حفل افتتاح القمة من شأنها ضخ قوة دافعة قوية للتعاون بين الصين وأفريقيا وجلب الثقة للتنمية الأفريقية، كما أعربا عن أملهما في أن يبحث رجال الأعمال الصينيون والأفارقة عن مزيد من فرص التعاون ويلعبوا دورا مهما في دفع التنمية الأفريقية. وقال رجال الأعمال الصينيون والأفارقة المشاركون في الحوار إن النمو الاقتصادي الصيني يأتي بمزيد من فرص التعاون للتجارة الصينية الأفريقية، ويجب على الشركات الصينية والأفريقية تبادل الخبرات والعمل معا لتحقيق المنفعة المتبادلة. وفي نفس اليوم حضر الرئيس شي جين بين ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي حفل الافتتاح لمعرض لصناعة المعدات الصينية الأفريقية، وقاموا بقص الشريط في حفل الافتتاح. وأيضا على هامش منتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقد حاليا في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، عقد رئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية مع القادة الأفارقة، أكد خلالها رغبة الصين في تعميق التعاون مع القارة الأفريقية. في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقدة في جوهانسبرغ يوم الجمعة، أعلن الرئيس الصيني شي جين بين أن الصين ستخصص 60 مليار دولار أمريكي إلى مشاريع التنمية. وعلى هامش منتدى التعاون الصيني الأفريقي اجتمع الرئيس شي مع القادة من ناميبيا والصومال وجزر القمر ونيجيريا ومصر، مؤكدا على التزام بلاده بتعميق التعاون العملي مع البلدان الأفريقية. وخلال محادثاته الثنائية مع القادة الأفارقة، عبر الرئيس الصيني عن إرادة بكين للمشاركة النشطة في بناء المشاريع وتنفيذها في مرافق النقل والموانئ وغيرها من مشاريع البنى التحتية في الدول الأفريقية، وذلك من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول. كما اقترح خططا ترمي إلى مساعدة الدول الأفريقية في تحسين الزراعة ومكافحة الأمراض ومحاربة التطرف العنيف. جاء كل ذلك على الرغم من الانخفاض الحالي في الاستثمار بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني. جدير بالذكر أن الاستثمارات الصينية المباشرة في أفريقيا انخفضت بنسبة 40% خلال النصف الأول من عام 2015، حيث بلغت قيمتها مليارا و190 مليون دولار أمريكي. وقال الخبراء إن زيارة الرئيس شي تزيل المخاوف حول التذبذب. وما زلنا أيضا مع مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في جنوب أفريقيا، حيث التقى وقادة من 13 دولة أفريقية. وخلال اللقاء أشاد القادة بالإنجازات التي تحققت في تنمية العلاقات الصينية الأفريقية، وتبادلوا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وتنمية التعاون بين الجانبين. حضر اللقاء كل من رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نيجيسو والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا ورئيس جزر القمر إيكي ليولو دوهينيني ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ورئيس مدغشقر أندري راجولينا ورئيسة موريشوس أمينة غريب فقيم ورئيس الوزراء الإثيوبي إيلي ماريام ديسالين ورئيس وزراء ليسوتو باكاليثا موسيسيلي ورئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران ورئيس وزراء رواندا أناستاس موركيزي ونائب رئيس بوتسوانا ونائبة رئيس تنزانيا. وأشار الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اللقاء أن هدف زيارته هذه المرة هو ترأس قمة جوهانسبرغ لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي مع رئيس جنوب أفريقيا، بالإضافة لتعزيز الصداقة مع قارة الأفارقة ومناقشة خطط تنمية التعاون بين الطرفين، مشيرا أن تعزيز التعاون بين الصين وأفريقيا يتماشى مع المصالح الثنائية. ومن جهتهم
قال قارة الأفارقة إن التضامن بين الطرفين شهد منذ إنشاء منتدى التعاون الصيني الأفريقي قبل 15 عاما تقدما ملحوظا، وأن بلدانهم تعد شركاء استراتيجيين للصين، كما ستقدم قمة جوهانسبورغ زخما لتنمية التعاون الصيني الأفريقي. وعلى هامش حضوره إلى القمة، حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقيلته بانغ يوان الحفل الختامي لعام الصين في جوهانسبورغ. دخل الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته ورئيس جنوب افريقيا زوما وزوجته وكذا قادة الدول الذين حضروا منتدى التعاون بين الصين وافريقيا في جوهانسبورغ الى مكان الحفل في الساعة 8 مساء. وقدم ما يقرب من 200 فنان وفنانة من الصين ودول الإفريقية عروضا رائعة في الحفل الذي حمل اسم لحظة بين الصين وأفريقيا. وتضمنت العروض الرقص الصيني التقليدي ورياضة الوشو والألعاب البهلوانية وأغنية إفريقية ومسرح العرائس الذي قام بعرضه كل من الجانب الصيني وجنوب أفريقيا. واختتم الحفل بأغنية من كورال الأطفال. عودة مرة أخرى إلى أفريقيا وجنوب أفريقيا، حيث تعقد القمة أو قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي. وقد ألقى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي كلمة في جلسة الافتتاح للقمة المنعقدة في جوهانسبورغ، وأشاد فيها بالعلاقات الصينية الأفريقية وإسهامات الصين في التنمية الأفريقية. أشعر بغاية السرور إن هذه الدورة من قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي تدل مرة أخرى وبشكل شامل على أن الصداقة والاحترام المتبادل والتفاهم المتبادل بين الصين وأفريقيا وكذلك العلاقات بيننا والصين اجتازت اختبار الوقت. كما أثق بأن العلاقات الصينية الأفريقية ستواصل السير على طريق مزدهر في المستقبل. قدر الرئيس الزيمبابوي على نحو عال خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي ألقاه في حفل افتتاح القمة، حيث قال إن محتويات خطابه تتضمن جميع الجوانب بشأن التنمية الأفريقية بما فيها الزراعة وصناعة التعدين والبناء الأساسي والحد من الفقر وحقوق النساء والأطفال وغيرها من القضايا الأخرى. تتسم خطط التعاون العشر الكبرى التي اقترحها الرئيس شي بمغزى تاريخي، ويجب أن تضخ قوة دفع جديدة وقوية في العلاقات النشيطة بين الصين وأفريقيا. لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن خالص شكري للرئيس شي. كما قال موغابي إنه قبل 15 عاما اقترحت الصين إنشاء منصة منتدى التعاون الصيني العربي، وذلك كان سعيا لإقامة علاقات الصداقة الاستراتيجية الصينية الأفريقية. وقد اتفق الجانبان على دفع تحقيق التطلعات المشتركة القائمة على أساس التنمية السلمية والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة والفوز المشترك. كما اعتبر موغابي هذه القمة معلما جديدا تطوير التعاون الصيني الأفريقي. رأينا الصين تفي بتعهداتها المهمة في مساعدة أفريقيا، كما نرحب بالصين في دعم الجهود الأفريقية الرامية إلى تحقيق التحول الاقتصادي الأفريقي. نقدر عاليا الجانب الصيني على إرادته واستعداده لإجراء التعاون الجوهري وشراكته المهمة معنا في التنمية الأفريقية على المستويات الوطنية والإقليمية. في هذه القمة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي نحتفل بولادة معلم جديد، معلم يرمز إلى التنمية المستمرة لمنصة التعاون الصيني الأفريقي. كل المناقشات في هذه القمة ستساعد على تعميق العلاقات المترابطة بين الصين وأفريقيا على نحو مكثف، وذلك من أجل تحقيق التطلعات المشتركة للجانبين. هذا وقد أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته التي ألقاها في جلسة الافتتاح للمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، أوضح أن الصين ستركز على تنفيذ 10 مشروعات رئيسية مع الجانب الأفريقي خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وأيضا ستدعم أفريقيا في حل 3 مشكلات رئيسية متمثلة في نقص البنية التحتية والكفاءات والتمويل.
لا شك أن الخطة التعاونية ستدفع تنمية الاقتصاد في الدول الإفريقية. خطاب الرئيس شي مشجع جدا، خصوصا أنه اقترح 10 مشاريع رئيسية بالإضافة إلى إعفاء الديون المعنية للدول الإفريقية. بالنسبة إلى زامبيا، ستتدفق الأموال إلى المناطق القليلة التنمية التي تحتاج إلى الاستثمار بشكل أكبر. أعتقد أن جميع ممثلي البلدان الأفريقية سعداء جدا برؤية الخطة الجديدة التي طرحها رئيس الصين شي جين بينغ، مما يدفع تنمية منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا وترقية المنتدى إلى أعلى مواصفات، وبالتالي نعرف بوضوح عزم الصين على توطيد وتقوية تعاونها مع جميع الدول الأفريقية. وأيضا حول ردود الأفعال إزاء الكلمة التي ألقاها رئيس الصيني في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، حيث كان رئيس شي جين بينغ قد أوضح الأفكار الجديدة والسياسات الجديدة الخاصة بشأن تطوير العلاقات مع أفريقيا للارتقاء بهذه العلاقات الراهنة بين الصين وأفريقيا إلى مستوى الشراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة. وقد حظي هذا الأمر بترحيب خبراء نيجيريين. أكد رئيس شي مجددا التزامه بتنمية أفريقيا وبالمصالح المشتركة بين الصين وأفريقيا. يمكنك رؤية جهوده في حماية السلام والأمن في أفريقيا بشكل واضح. الاقتصاد الأفريقي مليء بالحيوية ولا يزال يشهد تطورات مستمرة في الوقت الراهن. يمكننا جذب المزيد من الاستثمارات الصينية. أعتقد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأفريقيا بحاجة إلى اتصالات في كلا الاتجاهين. قال الرئيس شي خلال خطابه في حفل افتتاح قمة جوهانسبرغ أن الصين ستركز على تنفيذ 10 مشاريع رئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتدعم الجهود الإفريقية لتسريع عملية التصنيع والتحديث الزراعي وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة الذاتية. وأعرب رئيس قسم التعاون بين بلدان الجنوب في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة عن تقديره العالي لمساعدة الصين في تحقيق خطة التنمية الذاتية الإفريقية. تعزيز قدرة التنمية وإنشاء آليات التنمية مهمة جدا في المرحلة الحالية لنكن قادرين على تحقيق تعاون مستدام. وفي الإطار نفسه أيضا تم التوقيع على 26 صفقة تبلغ قيمتها 6 مليارات و500 مليون دولار أمريكي خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جنوب أفريقيا. وقد اجتمع رجال الأعمال الصينيون والأفارقة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي سعيا لإرساء أرضية مشتركة. هذا هو أول منتدى يجمع فيه 400 من رجال الأعمال الصينيين والأفارقة، حيث تم توقيع 25 اتفاقية بقيمة 16 مليار و500 مليون دولار أمريكي. نحن بحاجة إلى تصنيع في قارتنا وإلى ارتقاء بسلسلة القيمة، كما نحتاج إلى تحسين جودة زراعتنا، وإذا لم نفعل ذلك لم يكن لدينا أساس لتوسيع تجارتنا مع الصين، لأننا نواجه انخفاض في طلب والأسعار بصفتنا مصادر المواد المعدنية الخام. وفي الوقت نفسه فإن مستوى الاستثمار الصيني في القارة الأفريقية بدأ يأخذ منحا آخر، حيث استثمرت الصين 40 مليار دولار أمريكي في قطاع البنية التحتية. إن أهم شيء هو أن نتيجة مشاركة الصين في التنمية الأفريقية خلال العقد الماضي ونصف شكلت الاتجاه الاقتصادي للقارة، وإن رأس المال الصيني ساعد على إعادة أفريقيا على خريطة الاستثمار. هذا وحول شأن الصينية أيضا وعلى صعيد منفصل، قالت الصين إنها مستعدة للتعاون مع روسيا والدول الأخرى لتعزيز مزيد من التعاون الإقليمي ومكافحة الإرهاب. جاء هذا ردا على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بذل مزيد من الجهد المشترك لمكافحة الإرهاب. الصين مستعدة للعمل مع روسيا والأطراف الأخرى ضمن النظام الأساسي لمنظمة شانغهاي للتعاون على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والتفاوض المتبادل وتعاون المربح للجانبين، وذلك لدفع التعاون الإقليمي للأمام من أجل تحقيق منافع تعاون أكثر للبلدان. وقال
وموقف الصين بشأن الإرهاب واضح وثابت، ونحن نعارض جميع أشكال الإرهاب وأي معايير مزدوجة في الحرب العالمية ضد الإرهاب، ونحن ندعو دائما المجتمع الدولي لاتباع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المعترف بها في العلاقات الدولية أثناء التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. أقيم صباح الخميس في بكين مراسم الاحتفال بإطلاق قاعدة بيانات وسلسلة كتب دراسية لغوية في إطار مبادرة الحزام والطريق برعاية دار نشر الوثائق التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وجامعة نينشا. التفاصيل مع مراسلنا في التقرير التالي. جرت مراسم الاحتفال بإطلاق هذين المشروعين الأكاديميين بحضور عدد كبير من العلماء والخبراء المختصين بدراسات العالم العربي والدبلوماسيين الصينيين والعرب، حيث تم تعريفهم على الأحوال الأساسية لبناء قاعدة البيانات التي تعد الأولى من نوعها لتسلط الضوء على التبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية، وتحتوي على كمية وافرة من آخر الإصدارات والكتب والوثائق والأرشيف الرقمي لثمار التعاون بين الصين والدول العربية الواقع على طول الحزام والطريق. في ظل الاستراتيجية الوطنية لبناء الحزام والطريق، نحن وبالتعاون مع جامعة نينشا نعمل على تجميع مصادرنا لبناء منصة معلوماتية كبيرة لتعزيز التبادلات الثقافية والعلمية والتعليمية بين الصين والدول العربية، وذلك من خلال التعاون في البحوث العلمية والنشر الأكاديمي. وأعرب الحاضرون عن أملهم في تفعيل دور قاعدة البيانات في مد جسور التواصل بين الجامعات والمراكز البحثية في الصين والعالم العربي، وجعل قاعدة البيانات مرجعية رصينة للمتخصصين في دراسات العالم العربي في الصين. أما سلسلة كتب الدراسات اللغوية لمبادرة حزام طريق، فهي أول سلسلة كتب تختص بدراسة الأوضاع اللغوية للدول الواقع على طول حزام طريق، بما يساعد على تقديم دعم لدراسة اللغات في الدول المعنية. إن اللغة عمل أساسي للتواصل، لذا نحن بحاجة إلى تلك السلسلة من كتب معنية لتدقيق فجوة لغوية وتعزيز علاقاتنا في كافة المستويات. كما أن هناك ضرورة لربط هذه المشاريع أكاديمية بمواقع أكاديمية وبحثية عربية لتساهم في تقريب وجهات النظر وتحقيق مصالح مشتركة للجانبين. مع صدور سلسلة الكتب اللغوية وقاعدة البيانات حول مبادرة حزام طريق، يتخذ العلماء الصينيون إجراءات حثيثة لتعزيز التبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية. وبفضل التواصل وآثار مبادرة صينية في مختلف المجالات، نحن واثقون بأن هذه الخطوات المعنية ستلعب دورا إيجابي في دفع التواصل والترابط بين الجانبين وتخدم بشكل أفضل للشعبين. من جي سي سي تي في العربية، بيجين. وافق أعضاء البرلمان الألماني على خطة بالمشاركة في الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا. جاء ذلك عقب الدعوة التي تقدمت بها فرنسا لتقديم المساعدة عقب الهجمة الدامية التي شهدتها العاصمة باريس. حظي قرار المشاركة في الحملة ضد التنظيم الإسلامي بموافقة 445 نائبا، بينما عارضه 146، كما امتنع 7 من النواب عن التصويت. وتشمل الخطة على أرسال 6 طائرات استطلاع من طراز تورنادو وطائرات ناقلة مهمتها تزويد المقاتلات في الجو بالوقود ونشر فرقاط بحرية لحماية حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قبالة الساحل السوري، كما سيتم إرسال 650 جنديا إلى مالي للانضمام للقوات الفرنسية التي تقاتل الجهاديين في هذا البلد. ولكن ألمانيا لن تنضم إلى الدول الأخرى بما فيها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا في شن هجمات جوية. وقال وزير الخارجية الألماني للصحفيين إن ألمانيا ستساعد في الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ولكن الحل العسكري ليس هو الحل للأزمة. سنشارك في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. اليوم يجب علينا أن نتخذ بعض الإجراءات، لكن نعلم أنه في نهاية المطاف لن يكون هناك حل عسكري في سوريا، ولا يمكن حل مشكلة الإرهاب من خلال الوسائل العسكرية. هدفنا هو دفع المحادثات في فيينا، حيث ستشارك فيها جميع الأطراف المعنية، روسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وأيضا الدول المجاورة مثل إيران وتركيا والمملكة العربية السعودية.
حيث سيجلسون جميعا على طاولة واحدة. الحل صعب لكنه لن يتحقق إلا في حال سعينا لإنشاء حكومة مؤقتة. أصدرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر ضربات جوية على قواعد عسكرية ومعسكرات تدريب وشاحنات تحمل النفط داخل سوريا. خلال الأسبوع الماضي قامت القوات الجوية الروسية ب 431 غارة جوية من قاعدة حميميم الجوية، وضربت 1458 هدفا إرهابيا في محافظات حلب وإدلب وحمص وحماه واللاذقية ودير الزور والرقة. وأريد أن أؤكد أن جميع الرحلات الجوية من قاذفات القنابل والمقاتلات رافقتها مقاتلات السيو 30. مشاهدينا إلى هنا نختتم الأخبار، أشكركم وإلى اللقاء.